إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ مقعيقو أنا محمد كرنطو أنا قوكو هاللي مقع مامور كالتلفشن كالسوبيوس وحان هالكان نقو تعسي دينا مرحوم آدن عيديد وحبينكي حالي هاكو قيريو دي مقالة ده هرقيسة مامتو هو آيتاعي كودو بشمار سنة وقاسي مقالة ده هرقيسة صحفي مرحوم آدن عيديد وحو حاولنهي ما هو كاميدة تلفشن كالسوبيوس إن بضلنا لسو شقينا يي حالي أيوة كا وقتي جيسي وأدوب وقدر ما ذي حملة هاي لا هاي هم حرستو تمان أهل كيو أصحابنا سمر إيمان إلى هاي كود الصيو نحن قد عدنا ولكن هذا العيد تنو لهاي قبل وهو سعيو إن ونحن حرستو إن ربي شن ذا نقول كل صيو إن لله وإنا إلى هاي رجعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون حنال كان تعسي تيران لقدريا قويسكي قرابدي يا صحابتي وكبوريدي ولكن آذن عيديد رنتي آذن عيديدين قلب في عانو أهاي ومد صوماليات إذا صوماليات وحن كعصان لهايني ودعيان إسكان عفيان وعدوا مرحوم إلهي نحن حريست جنة الفردوس إلهي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وعن تحسي تيران لقيب سننا دمان إيه الأصحاب خراب دمان في ملكيسة آذن عديد الرحمن وراكين خاليقا وإله إنك جعل هذا إله إنك أفسدي دمان أمد صومالية دوحان كعصنا إن أود دعوان ما أنت آذن قربك إن ما هان إله إنك جعل هذا إله أفسدي مركة دمان مسلمين تأمير البيجوان إن أود دعوان عصان إن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته صاحب قال يا هي نجا بحي آذن عديد أمدوين كي وجودن بيجي كحنو سنة يجي مجال هذا هرجزة سومالي لان كدي مركي وحليلي عذرك معانك وجودن بنتينا حنون كاسي درتيس وجريو ذي سبتال كوي على مجال هذا هرجزة أذن عديد وحوها نين أذ أوف فرعون إسلام مركانة نين شقذي سكسو بحكري نرجر يونوي مع ذي حرمتان مجال هذا مقدشة تي في جسم نيوز وحوها نين شقذي سكأذق وحوها نين أذ أوف فرعون وحوها نين قلب فرن أو حتى عدد كذي سكود عان أو كدمنا جعل إن مصلحة أوقاته وحن تعسيدان سيدوك العودي ريا أمد الصوماليات إهل كيسا قرابديسا أصحاب تيسا سيدوك الورياش الصوماليات ميل بيجوغان وحن ليا هاي إلهي أون حريستو أذن عيديد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا راجعون الله أون حريستو ولالكين أذن عيديد أذن عيديد حوها صاحب دو أد وأن أجعل هاي لكن الله أنا أجعل هذي نحريستيس جنا الله سيو إنا لله وإنا راجعون الله نحرسته صاحب كينا ولال كينا آذن عديد عبد الرحمن وأهاي قفلة دبرة تير مغضعة وتيم كسم نيستي في قران حفيز كمقدشة مدلس وشقيي وحاندي كرا آذن وحو أهاي روح كالين مغتكو جري شغوة ناكسن كارتي يأود إلهي كوبرت لكن إلهي سبحانه قادر أنك جعل هذا وحان لايها صبري إيمان الله أنك سير دمان صاحب دي كالدوغناي غيبها كالدوغنا ورباهين تولس وشغيي ونبوه رينا تيم كسوم يوسح حفيسك مقدشو يقيبها كالدوغنا ورباهين تولس وشغيي وحان لايها صبري إيمان الله أنك سير أولا مركا لبعدنا إهل كي يقراب دي أصحابتي وكجور دي كان وحان لايها صبري إيمان الله أنك ودا سير دمان تيان إن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون نوحان أتعسيين هي ومد الصوماليات قارهان بهذا ورفذيينك الصوماليات قيريدي كتبت الله ونحرست ولالكن أذن عديد ورفذيينك الصوماليات كتير سنة وحالي كقيريو ذي مقالة هرقيسة نوحان لين نحي جندي فردوس إلهي كورابيو لما أمد الصوماليات ملو بأجوغان يبهد صحافتي وكبحي وحان لين نحي إلهي ونحريستو نحريستي جنيبها كورابي بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحان تعسيو دريا إهل لدى إجو قرابدا وكقيريو دي مرحومادا عيديد عبد الرحمن إنتان كاقان رنتي وحو أهانين وناكسن وانا wuxuu aha mid kamid ah dadka la dhabarto waha TV-ga aan ka howlgalnay ee Sun News
balse ilaahay ayaa naga jeclaaday rabbi ayaan u weydiinaynaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo ehelada uu ka geeriyooday iyo guud ahaan warbaahinta soomaaliyeedna waan ugu taxsiyeynayaa waxaa ka baxay ruux muhiim u ahaa isla markaana laf dhabar u ahaa warbaahinta soomaalida intuu ka soo shaqeeyey ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo aadan ciidiid cabdiraxmaan inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun halkan waxaan ugu tacsiidinayaa qoyska iyo qaraabadii uu ka baxay saaxiibkan aadan ciidiid oo muddo la xanuunsanayo cudurka macaanka ama sokorta si gaar waxaan ugu tacsiidinayaa bahda saxaafadda gaar ahaan bahdii uu ka baxay uu la shaqaynayay seminis t v inkastoo geerida aan qof kasta waqtigiisu leeyahay laakiin gerina aadan ciidiid waa mid aad u xanuun badan ma ku soo koobi karo in hadal oo keliya saaxiibkan ugu tacsiidiyo n waxaan sidoo kale codsan lahaa dhammaan qof walba in qalbiga ugu duceeyo isla markaana qofkii wuxuu qabo in saaxiibkiinu iska cafiyo inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay hau naxariisto walaalkan aadan ciidiid cabdiraxmaan oo ka mid ahaa bahda t v-ga somnews si gaara waxaan uga tacsiyadeynaynaa dhammaan familkiisa ama qooskiisa iyo asxaabtii iyo walaaladii uu ka geeriyooday si gaara bahda warbaahinta oo qeyb muhiima uu ka jooga walaalkeen aadan ciidiid aadan marka laga soo tago inuu ahaa sawirqaade farsamayaqaan oo muuqaalada sameeyo haddana wuxuu ahaa qof barnaamij soo saare ah news castera oo dhammaan inta ugu badanee shaqada warbaahinta qabto u ahaa sidoo kale wuxuu ahaa qof hal abuur leh oo waxyaabo cusub mar walba jecelino xarunta markaas uu ka shaqeeyo ku soo kordhiyo aadan muddooyinka ugu dambeeya wuxuu ku xanuunsanayay magaalada hargeysa ee caasimadda somaalilan wuxuu beelay labada keliyood sidoo kale indhihii ayuu beelay waxaana u sabab ahaa cudurka macaanka ama sokorta loo yaqaano muddooyinka ugu dambeeyey xaalad aad u adag buu ku sugnaa walaalkeen saaxiibkeen wuxuu ahaa qof garbaheena buuxiyo ahaa inta badanna aan jecleen qofaha wuxuu ahaa dadka ay ka nabadgalayaan oo war badneen ama maxay ahayd dacwadiisa aysa badneyn u ahaa aadan ilaahay naga jeclaaday waqtigiisaana intaas ku ekaa samari iimaan dhammaanteen allaha naga siiyo dhammaan soomaalidoo idinna samari iimaan allaha ka siiyo si gaara eheladiisa iyo walaaladii iyo tiimka ama kooxdii warbaahinta aadan walaahi waxaan ku tilmaama anigu ma garanayo saaxiib aan jecleyn oo ahaa rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay kitaabkiisa midigta ha ka siiyo waxaan codsan lahaa in dhammaan soomaaliya idil u soo duceeyaan dhanka kaleetana waxaan codsan lahaa in intii wax ka tirsanaysa aadan maba ahayn oto ruux isagu dhacdhac badan ama dad dhibaato u geysa jire waxaan dhihi lahaa hadda cafiya walaalkeen wuu dhintay dhammaanteenna aan u wada duceyno aadan mahadsantihiin.